خلينا النهارده بقى نتكلم في 10 من افضل الالعاب اللي موجوده على المتجر اللي ممكن تلعبها اوفلاين من غير نت. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والاخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وتمام. ناس كتير مننا بتبقى عايزه كده يكون في العاب على الموبايل لاوقات الطوارئ، يعني لو انت مستني صاحبك اللي قالك جاي اهو بقاله ساعه في الطريق، او لو انت مثلا في الطريق لمكان معين وبرضه مضطر انك تستنى. من بين الاختيارات الكتير اللي موجوده، وفي حاله لو انت مش معاك باقه نت علشان تدخل على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا، فبالتالي بتكون عايز العاب خفيفه بسيطه موجوده على الموبايل، ما تكونش محتاجه نت وما تكونش تقيله عشان ما تقلش الموبايل اكتر، يعني نقدر نقول العاب طوارئ. وبعيدا طبعا عن الالعاب اللي يقولك مساحتها 100 ميجا ولما تحملها يقولك محتاجين نحمل 900 ميجا ملفات اضافيه. فالنهارده هنتكلم في 10 من افضل الالعاب اللي موجوده على المتجر اللي تقدر تلعبها اوفلاين او من غير انترنت، واللي مساحتها تقريبا اقل من 150 ميجا، لكن في نفس الوقت الجرافيك بتاعها كويس وهتكون مسليه وممتعه وممكن برضو تكون مفيده. من غير اي كلام زياده يلا بينا نبدا. بس يا ريت قبل ما نبدا، لو عجبك اي لعبه من اللي هنتكلم فيهم انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، وان شاء الله يعجبك اكتر من واحده. احنا هنتكلم في 10 العاب يعني، اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا احنا مقسمين الالعاب اللي هنعدي عليها لاكتر من حاجه، بس اول حاجه هنبدا بيها هي الاكشن، ومتوصيين بالاكشن قوي يعني. واول لعبه موجوده معانا هي جان سترايك او بي اس. اللعبه اول ما بتفتحها الواجهه بتاعتها بتكون بسيطه جدا، بتدوس على بس بلاي. طبعا هي بيكون موجود فيها اكتر من ليفل او اكتر من بيت، وكل ما بتوصل او بتخلص عدد معين بيتفتح لك الليفل اللي بعده، فيعني بيكون عندك ليفلز كتير او بيوت كتير جدا فعلا. طبعا اللعبه دي من افضل الحاجات اللي موجوده فيها ان التحكم فيها سهل بشكل كبير جدا، يعني تقدر تتحكم بسهوله بدون اي مشكله. بس بالنسبه للناس اللي مش جيمرز مثلا زي حالاتي، بيكون الموضوع مستفز قوي في حته ان انا مضطر اضرب بنفسي، فاللي هو يعني لازم اضرب نار بنفسي، انا ما ينفعش مثلا ان هو يعمل اوتو فاير او حاجه زي كده، يعني كفايه عليا ان انا نشن مثلا. الا ان حاجه زي كده لذيذه، خصوصا لو انت يعني عديت باي العاب من الالعاب التقيله بقى اللي فيها انك تضرب بنفسك او حاجه زي كده، فالموضوع ما بيكونش رخم خالص. لكن بقى الحاجه اللي مستفزه فعلا فيها، تحس كده ان البيت نفسه او المكان اللي انت فيه صغير، انك مش هتعرف تلاقي مكان تتدارى فيه مثلا او تستخبى فيه لما الفريق اللي قصادك او الاعداء يكونوا كتير ويتلموا حواليك، فالموضوع بيكون صعب جدا ومستفز. بس بالنظر للمميزات اللي موجوده في اللعبه زي حجمها الصغير وان فيها ليفلز كتير وانها سهله الى حد ما وانها مش محتاجه انترنت، نقدر نقول ان هي لعبه كويسه جدا. تاني لعبه بقى موجوده معانا هي لعبه انكاونتر سترايك. نقدر نقول ان لعبه انكاونتر سترايك هي يعني النسخة التانية من اللعبة اللي فاتت، يعني حتى نفس الانترفيس، بس بقى يعني رغم ان فيها ليفلز كتيرة زي التانية، لكن طبعا هي فيها حاجة عظيمة جدا بالنسبة لحد مش جيمر زيي، وهي الاوتو فاير. ان انا مطلوب مني كتر خيري ان انا بس انشن على الشخص اللي انا عايز اضربه وهي بتشتغل لوحدها ما شاء الله، فدي حاجة حلوة. ده غير ان هو بيعمر لوحده، بس نقدر نقول ان البيت هنا اكبر، فبالتالي زي ما قلنا ده بيسمح لك انك تدارى شوية لو عدد الناس اللي قصادك زادوا، بحيث انك تعرف تهرب مثلا او تلف وتروح يمين او شمال. فلما نشوف ان اللعبه تقريبا تلاشت العيوب اللي موجوده في اللعبه الثانيه، وبالنظر لحجمها وللليفلز اللي موجوده فيها وللتطويرات اللي موجوده فيها، فنقدر نقول ان هي لعبه كويسه جدا. اما ثالث لعبه موجوده معانا هي لعبه اوفلاين سترايك. هي لعبه مش بس اوفلاين، لا ده المطورين كاتبين لك في اسمها اوفلاين ان هم بياكدوا عليك والله اللعبه دي اوفلاين. طبعا هي اللعبه مفتوحه جدا او فيها ليفلز كتيره جدا، يعني كتيره بشكل كبير ما شاء الله. ومش بس فكره ان الليفلز اللي موجوده فيها كتير، يعني اللعبه فعلا عجباني في حته التحكم. اولا انت سريع في الحركه جدا، ثانيا البيوت في اللعبه يعني كبيره، بحيث انك تقدر تلف وتروح وتيجي وتستخبى مثلا لو عدد الناس اللي بيهاجموك زاد، فالموضوع كويس جدا. اللعبه دي الجرافيك فيها افضل بكتير جدا، وكمان البيوت زي ما قلت كبيره، وبالنظر ان هي اوفلاين فنقدر نقول ان اللعبه دي افضل بكتير جدا من الالعاب التانية. وبالفعل انا بلعب اللعبه دي اكتر ما بلعب الالعاب التانية. ولو انت متعود بقى على ببجي والكلام ده كله او على كول اوف ديوتي، فنقدر نقول ان اللعبه دي اشبه لعبه بالالعاب التانية، بحيث لو النت فعلا عندك فصل او لو ما عندكش انترنت دلوقتي او لو الباقه خلصت، فتقدر تلعب اللعبه دي ومش هتحس ان في فرق الى حد ما نسبيا يعني. اللعبه اللي بعد كده معانا هي لعبه زومبي هانتر. يعني اغلب الناس لما بييجوا يلعبوا اي لعبه بيحاولوا يفهموها علشان من اول ما يلعبوها هيبدعوا فيها، فبالتالي لو جينا نفكر بالطريقه دي مع لعبه زي دي هتكون مستفزه، هتحتاج منك تركيز كبير جدا. وانا ما جربتش العاب الزومبي التانية، لكن اللي انا شفته في اللعبه دي خلى الواحد في ضغط. يعني انا فجاه بلاقي في زومبي كتير كده ظاهرين قدامي، ومطلوب ان انا يعني اضرب كل دول، ده غير ان هو بياخد وقت قبل ما يعمر، فيعني الموضوع بيكون مستفز. ده غير بقى ان فجاه بيظهر لي زومبي كده، زومبي رياضي بيجري او بتجري، وزومبي عملاق وحاجات غريبه كده، فاللي هو يا جماعه وانا كل اللي معايا بندقيه بتاخد وقت عشان تتحمل، وطبعا فجاه بيبقوا كتار جدا، فالموضوع بيكون صعب انك تقدر تعمل كنترول على كل ده. اما اخر لعبه معانا بقى في الاكشن، زودنا في الاكشن قوي انا عارف، بس علشان الناس كتير بتحب الاكشن وبتحب تلعب العاب الاكشن، هي لعبه نينجا سكريد. طبعا هي اللعبه دي من احسن الحاجات اللي موجوده فيها ان فيها ستوري، يعني انت بتدخل بيكون في ستوري كده علشان يدخلك في اجواء اللعبه،
بعد كده بتكون عبارة عن ميشنز، بيكون معاك قوس وسهم، يعني مش سلاح، هو قوس وسهم. فانت بيطلب منك في بداية كل مهمة انك تضرب حد معين، وبيكون في علامة كده، فلازم تركز في كل اللي موجودين وكل اللي حاضرين علشان تعرف مين اللي فيه العلامة وتضرب وتريح نفسك. طبعا هو زي ما قلنا قوس وسهم، فالموضوع بيكون عايز دقة، وفي نفس الوقت بياخد وقت قبل ما تعمر السلاح، فلو انت ما خدتش بالك وضربت الضربة وجلت فكلهم هيعرفوا ان في حاجة ويبدأوا يجروا. لما يبدأوا يجروا الميشن فيلد، المهمة فشلت. ده غير انه طبعا كل ما بتعدي من ميشنز اكتر كل ما بيكون المطلوب منك ارخم، فعايز انك تعمل ابجريد للسلاح بتاعك او تحديث او ترقية للسلاح بتاعك علشان تقدر تتعامل مع المستوى الجديد او المهمة الرخمة اللي مطلوبة في المستوى الجديد. يعني مثلا في المهمة دي بيقول لي انه هو عايز ان انا اتعامل مع الثلاثة اللي موجودين في الاوضه اللي هم ظاهرين قدامي دول. الله، ده ما طلعوش ناس بتجري، ده المره دي طلع معاهم سلاح. يعني ايه بيبص لي وعايز يضربني في رقبته سهم؟ مش فاهم يعني. وخلصنا كلام في الالعاب الاكشن، انا عارف ان احنا طولنا فيها بس علشان ناس كتير بتحب العاب الاكشن. الالعاب اللي بعد كده معانا هي الالعاب الاركيد او الالعاب اللي فيها جري، لو انت من النوع اللي بيحب بقى سابوي والحاجات اللي شبهها. واول لعبه معانا هي لعبه باركور ريس. طبعا هي اللعبه دي للوهله الاولى، اول ما تبص عليها تحس ان هي تافهه جدا وسهل انك تلعبها وايه الكلام ده، بس عايز اقول لك هي اللعبه دي اصعب مما تبدو عليه خالص. انت طول الوقت الشيء اللي انت بتتحكم فيه اللي بيجري ده انت مش عارف تسيطر عليه، هو مش بيقف والتحكم فيه صعب، مش هتحس بيك لما تجرب تلعبها. فاللعبه بتكون اصعب مما يمكن. يعني انا حتى وانا بحاول اتحكم فيه كده بلاقي نفسي يعني قربت روح على الكاميرا بصباعي علشان اقدر اتحكم فيه، علشان بس الهدف ان انا اطلع الاول. طلعت الاول، بس على فكره رغم ان الموضوع يبان سهل لكن لما انت تجرب اللعبه هتلاقيها اصعب من كده شويه، انا بس اللي محترف شويتين. ومن باركور هنروح للعبه فان ريس 3D. اللعبه دي برضو من الوهله الاولى هتحس ان هي تافهه جدا وايه اللي بيحصل ده، لكن عايز اقول لك ان اللعبه دي رغم انه يبان عليها ان هي سهله لكن هتلاقي انه في الليفلز اللي موجوده فيها بتحس ان المطلوب منك او الحاجات اللي قصادك المفروض تعدي بيها اعلى بكتير جدا من يعني من امكانيات الشيء اللي انت بتتحكم فيه. يعني الموضوع بيكون صعب، اللي هو اعملها ازاي، انت طول ما انت قاعد كده اعملها ازاي، بيطلب منك حاجات غريبه، اللي هو يعني الشيء اللي انتم مدينه لك ريبي ده مش هيعمل الحاجات دي. بس يمكن ده جزء من المتعه اللي موجوده في اللعبه دي، انك بتحاول بالامكانيات اللي موجوده او بالفيكتور اللي انت بتجري بيه ده انك تتحرك وانك تعمل حاجات بتحس ان هي اعلى من الامكانيات اللي موجوده معاك. وبكده نكون خلصنا كلام في العاب الاركيد او الالعاب اللي فيها جري ومسارات، عشان ندخل في اخر مجموعه معانا وهي الالعاب اللي عايز ذكاء او الالعاب اللي فيها الغاز وكلام من ده. واول تطبيق معانا هو تطبيق شعلة. وطبعا انا قلت تطبيق عن قصد لان شعلة نقدر نقول ان هي اكتر من لعبه، شعلة نقدر نقول ان هي تمرين لعقلك الى حد ما. انت لما بتدخل عليه من اول مره بيقول لك انت هدفك ايه، هل عايز مثلا يكون عندك سرعه رد فعل، هل عايز تدرب مخك على التركيز والحفظ، وفي اكتر من حاجه. طبعا انت لما بتختار حاجه معينه وبيعرض لك الالعاب اللي تفيد في الحاجه اللي انت قلت عليها او الحاجه اللي انت اخترتها. المهم يعني انه من افضل الالعاب اللي انا قابلتها لما كنت بلعبها قبل كده هي اللعبه اللي بيجيب لك فيها مثلا 3 حروف عشان تطلع له كميه الكلمات اللي هو عاوزها. المهم لما تدخل على تطبيق شعلة وبعدين تختار الحاجات اللي قلنا عليها بيظهر لك بقى الالعاب المناسبه للحاجات دي. تاني لعبه موجوده معانا هي لعبه برين تيست 2. اول معرفتي بالموضوع كانت من برين تيست 1، ودي اللعبه اللي حرفيا بتدرب فيك مهاره التفكير بره الصندوق. لما انا حملتها كنت مستغرب من انا مش عارف الاقي الاجابه بتاعت الاسئله، وكنت مقضيها ملاحظات واتفرج على الاعلانات علشان اخد كوينز علشان افتح ملاحظات لحد ما فهمت اللعبه. بعد ما خلصت برين تيست 1 دخلت على المتجر ادور لو في العاب شبهها، فلقيت برين تيست 2، ودي اللي انا عطلان فيها وبفضل في الليفل الواحد ايام. المهم انك في برين تيست 1 و2 الممتع في الموضوع ان الاجابه ما بتكونش واضحه دايما، علشان تلاقي الاجابه بتبقى محتاج فعلا تفكر برا الصندوق. واقدر اقول لك ان برين تيست 1 و2 بالاضافه لتطبيق شعلة او العاب شعلة يعتبروا من افضل الالعاب اللي انا قابلتها على الاندرويد عموما. المهم برين تيست 2 بيكون عندك قصص، بتفتح مثلا قصه منهم بيظهر لك كده يعني الفزوره، نقدر نقول عليها الفزوره she wants some chips but can't reach up there، يعني هي عايزه رقائق شيبسي لكنها مش عارفه توصل هناك، وانا المفروض ان انا احلها بسرعه بس زي ما قلت اوقات بعطل في الليفل الواحد بالايام، فمش عارف يعني كده، يعني زي ما قلت التفكير بره الصندوق ليفل تنين. واخيرا بقى اخر لعبه معانا هي لعبه وورد بيتزا. لعبه وورد بيتزا هي شبه اللي انا قلت عليه اللي قابلني في شعلة قبل كده، اللي هو بيجيب لك حروف مثلا 3 حروف وعايز 5-6 كلمات. فالموضوع هنا تقريبا نفس الفكره، انت دلوقتي بيكون عندك 3 حروف بالانجليزي وعايز منك 3 كلمات 6 كلمات 9 كلمات زي ما هو طالب، فانت بتفضل تدور فيهم. طبعا لو انت مهتم بتعلم اللغه الانجليزيه فحاجه زي كده هتنمي فيك جدا فكره المصطلحات والمرادفات والكلام ده كله، انك من 3 حروف تقدر تطلع اكتر من مرادف، فحاجه زي كده هتزود عندك حصيله اللغه الانجليزيه. يعني المفروض مثلا انه هنا لا عرفت اعملها، عرفت اعملها دي سهله، بس الموضوع بيكون اصعب
خصوصا لو هو مديك 3 حروف وطالب منك كلمه من حرفين. وبكده نكون خلصنا كلام في 10 من افضل الالعاب اللي موجوده على المتجر اللي تقدر تلعبها اوفلاين او من غير انترنت. ما تنساش تعمل لايك زي ما اتفقنا، ولو عندك اي فكره او اي موضوع عايز تعرف اتعمل عليه اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرته على الانترنت ولا لا، تقدر تسيبهولنا في تعليقات ومش تاخر عليك. نلقاكم على خير.